حياكم الله ومساكم الله بالخير والنور والسرور كل شيء جميل. حياكم الله في برنامجكم 7 على 7 وعلى قناتكم قناة الفجيرة مطلع الشمس. إخواني ومتابعين المتابعين قناة الفجيرة وبرنامجكم 7 على 7، قبل فترة مو بالطويلة كل العالم وانظروا العالم كلها كانت متجهة إلى دبي للقمة العالمية، والعالم كله تكلمت عن هذا الحدث العالمي وكل الصحف العالمية وغيرها. بالفترة القصيرة اليوم شهادة دولية جديدة للإمارات لأنها استضافت معرض آيدكس. هذا المعرض اللي صار من أكبر وأهم المعارض اللي في العالم في المجالات الدفاعية وأنظمة التكنولوجيا العسكرية في العالم. بلا شك المشاركة اللي كانت واسعة، أكثر من 1300 شركة دفاعية وعسكرية إضافة إلى الخبراء وصناع القرار اللي شفناهم من مختلف المجالات اللي كانت من مجالات الدفاع والتكنولوجيا من كل أنحاء العالم، كانوا جايين هنا ليتبادلوا الحوار لتعزيز القدرات الدفاعية للدول وكذلك لتعزيز الأمن والسلام الدوليين. كل هذا موجود في أرض السلام وأرض الاستقرار، أرض الإمارات. كل هذا موجود على أرضنا، تدرون ليش؟ لأن هي أرض الإمارات، أرض التسامح. خلونا طبعا اليوم الحمد لله تم افتتاح المعرض، افتتاح المعرض في نسخته 14. احنا نكمل 25 سنة على هذا المعرض ومشاركة أكبر سواء كانت من الشركات أو الدول أو حتى مساحة المعرض الكبيرة. الصفقات الحمد لله أعلننا الآن الصفقات موجودة سواء كانت محلية أو عالمية، اللي وصلت قرابة 5 مليار درهم في اليوم الأول. إن شاء الله كل يوم الساعة 3 راح يكون في إعلان للصفقات للمعرض، فإن شاء الله بإذن الله كل دورة تكون أفضل عن الثانية. أتمنى لكم جميعا إن شاء الله التوفيق. Well, I'm going to talk about NAVEX 2019. In this edition of NAVEX, this is the 5th edition, and there is more than 20 naval vessels in Zayed Port and in the jetty in front of Idlib. For the area, it's increased from last edition to this edition. Now we reach about to 45,000 square meter. The number of companies increased from 99 companies to 113 companies. The latest technology in the artificial industries, you will find it in the companies in the of the NAVEX 2019. تحدثنا عن معرض NAVEX ومعرض آيدكس، ولا أتحدث عن تعاون دول مع دول. نحن نتحدث عن دول ونتحدث عن شركات تقوم بتقديم أحدث ما تم التوصل إليه من عروض، وتقوم دول أخرى بشراء منتجات تلك الشركات حسب رغبات كل دولة، ولا أتحدث عن دولة معينة. شكرا لكم. طبعا نحن يهمنا كشركة إماراتية مصنعة في المجال الدفاعي أن نكون من أول المشاركين في معرض آيدكس. طبعا أهمية المشاركة لإبراز القدرات الصناعية في المجال الدفاعي. طبعا الحمد لله شركة إمارات صناعات العسكرية تضم أكثر من 12 شركة بمختلف تخصصات لتغطية معظم القطاعات الحيوية العسكرية مثل القطاع الجوي، القطاع البري، القطاع البحري، وكذلك القطاع الدعم التقني والفني. طبعا في هذا المعرض كشفنا عن أحدث المنتجات لدينا، منها آلية جديدة من شركة نمر. طبعا الآلية هذه فيها مواصفات خاصة تلائم المستخدم وبنيت حسب مواصفات المستخدم. بالنسبة لنا نحن في نمر نفتخر بتصميم وصناعة آلية نمر المدرعة وغير مدرعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم نتشرف برفع الستار وإعلان النمر 447 الموديل الجديد للنمر 447 اللي هو يتميز بسعة أكبر من ناحية الركاب 7 سيتر، وبنفس الوقت منصة للأسلحة متقدمة
وفي نفس الوقت الآلية هذه من الآليات اللي تستخدم في المهمات الخاصة والتكتيكية. والله بالنسبة لنا معرض آيدكس مهم لأنه يستقطب الخبرات العالمية وفي نفس الوقت يدعم الصناعات العسكرية في الدول، ونحن نفتخر بإقامة آيدكس في الدولة الإمارات العربية المتحدة. نحن مجموعة المعارف وجامعة أبوظبي مشاركين في عدة برامج أكاديمية نعملها من ناحية ماجستير وبكالوريوس للقوات المسلحة، بالإضافة إلى برنامج الطب الميداني وتدريب خفر السواحل وحماية المنشآت الحيوية. طبعا بنعمل عدة برامج اللي هي العلاقة بالدفاع عن الحدود البحرية لمنع التهريب لمنع الإرهاب، بالإضافة إلى أشياء تانية عسكرية محض. مشاهدينا رجعنا لكم، وراح نشوف ياكم اليوم مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورتها الثالثة، وبعد راح نعرف عن حملة بيئتك أمانتك، وراح نروح وياكم الحين جولة سريعة ويا أخبار ويا الأخبار. دشنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة آلية عجبان المدرعة 447A التي تنتجها شركة نمر الإماراتية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وأعرب سموه عن سعادته برؤية الصناعات الوطنية وهي تقدم آليات عسكرية متطورة ومصممة للأحداث كافة ومجهزة بأحدث التقنيات المتقدمة، مشيرا إلى أهمية مواصلة البحث والتحديث والتطوير والاستفادة من العلوم والتجارب المتقدمة لتعزيز خياراتنا في تنويع الصناعة العسكرية الوطنية. رافق سموه خلال عملية التدشين بمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2019 الذي انطلق أمس سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وتعد آلية عجبان المدرعة الجديدة متعددة المهام نسخة متطورة من سلسلة آليات عجبان، وصممت لتأدية مجموعة واسعة من الأدوار العسكرية المتخصصة، بما يوفر مستويات عالية من القدرة على البقاء والحركة والقوة النارية. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن الإمارات حققت إنجازات كبيرة على طريق تطوير صناعاتها العسكرية، ونجحت بالاعتماد على الكفاءات المواطنة المتميزة في التأسيس لكيان عسكري قوي معززا ببنية تحتية حديثة وبتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، ما مهد بدوره لتبوء الإمارات مكانة مهمة على خارطة المشهد الدفاعي العسكري والعالمي. وثمن سمو ولي عهد الفجيرة الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمعرض الدفاع الدولي آيدكس في دورته 14، ومعرض الدفاع البحري نافدكس 2019 في دورته 5، اللذان انطلقا على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس. وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية المعرض كواحد من أكبر المعارض المتخصصة بالصناعات الدفاعية في استعراض أحدث الأسلحة والصناعات العسكرية الدفاعية، والاطلاع على ما بلغته التكنولوجيا العسكرية من تطور في هذا المجال، فضلا عن كونه منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين فيها. من جانب آخر، تستضيف حديقة أم الإمارات بعد غد الأربعاء مهرجان المرح للصحة واللياقة الذي يقام هذا العام تحت الشعار في كل إعاقة طاقة، ويحتفي على مدار 5 أيام بأصحاب الهمم بمشاركة ودعم هواة الصحة واللياقة البدنية وأندية اللياقة البدنية وخبراء التغذية والطهاء. وتجذب فعاليات المهرجان الذي يقام للعام الثالث على التوالي جمهور أبوظبي من كل الأعمار، وذلك لتنوع النشاطات وورش العمل التي تجتمع بين تشجيع العادات الصحية الرياضية والترفيهية بجانب إقامات عروض الطهي الحية وجلسات اللياقة البدنية والألعاب الرياضية. ويهدف المهرجان إلى نشر الوعي والمعرفة حول مفهوم الصحة واللياقة البدنية ضمن جو يسوده المتعة والمرح. مشاهدينا الكرام، راح نبدأ أول موضوع من مواضيعنا اليوم عن مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الثالثة. طبعا هذا المهرجان راح يستمر لمدة 7 أيام، وهذا اللي نحن نشوفه دوما اهتمام الدولة بالثقافة وغيرها من الأمور. راح نعرف أكثر عن مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الثالثة مع الأستاذة مهر الكعبي منسق إعلامي في إدارة المسرح بدائرة الثقافة
الأستاذة مهرة الكتبي منسق إعلامي في دائرة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا مرحبا. نورتينا أستاذة مهرة. النور نورك. لو تحدثينا عن مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورتها الحالية. طبعا مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي تم تأسيسه في عام 2015 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة. هو عبارة عن تظاهرة مسرحية يتم تقديمها أو تنظم في إمارة الشارقة كل عامين مرة. المهرجان هذا يهدف إلى الوقوف على أحدث الإنتاجات في المسرح الخليجي ومواكبة الأساليب الفنية والتقنية المستخدمة فيها، كذلك تنمية ونشر الوعي المسرحي واكتشاف المواهب والقدرات الفنية وإبرازها والعمل على تأهيلها للمستقبل. المهرجان انطلق يوم الخميس ومستمر لغاية يوم الثلاثاء إن شاء الله. المهرجان كان فيه عندنا 5 عروض مسرحية، باكر إن شاء الله بيكون أول يوم عرض دولة الكويت. كان عندنا من الإمارات، من السعودية، من سلطنة عمان، ومن البحرين. كان عندنا أيضا ملتقى فكري بعنوان المسرح الخليجي والموروث الشعبي. عندنا أيضا 4 ورش تدريبية: ورشة تمارين الممثل، ورشة أساسيات المكياج المسرحي، ورشة السينوغرافيا، وورشة تقنيات الكتابة المسرحية. يعني من الحق نجيكم لين باكر إن شاء الله، لأن باكر آخر يوم. باكر إن شاء الله بيكون عندنا حفل الختام في قصر الثقافة في الشارجة، راح يتم إعلان النتائج بالنسبة للفائزين. إن شاء الله نلحق نجيكم إن شاء الله يعني. إن شاء الله نتشرف فيكم. الله يخليك. الهدف من انعقاد هذه المهرجانات أستاذة مهرة؟ طبعا الهدف الأساسي دعم ونشر الحركة المسرحية خاصة الخليجية، لأن ما شاء الله بمشاركة عدد كبير من الفنانين الخليجيين المعروفين متواجدين معنا. كيف شفتي إقبال الجمهور خلال 6 أيام الماضية؟ ما شاء الله الإقبال يوم عن يوم يزيد والحضور يزيد، كذلك التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي كبيرة بشكل كبير. يعني الفعاليات المصاحبة للمهرجان، في فعاليات، شو هي الفعاليات المصاحبة للمهرجان أستاذة؟ طبعا عندنا الورش التدريبية اللي ذكرتها لك، هذه تكون في الفترة الصباحية، وكان عندنا ملتقى فكري بعد كان في الفترة الصباحية. أما العروض المسرحية كلها تكون الساعة 7 المساء. يعني في الفترة الصباحية في تقريبا في برامج اللي هي تكون مصاحبة للمهرجان، لكن المهرجان الأساسي يبدأ في فترة المساء. نعم البرامج كلها تكون في الفترة الصباحية، والمساء المسرحيات نفسها. شيء جميل ويدعو للفخر، وإن شاء الله باكر نقدر نجيكم. إن شاء الله تشرفونا في إن شاء الله تعالى. أي كلمة أخيرة حابة تضيفينها أستاذة مهرة؟ أشكركم على تفاعلكم معنا ونتريى وجودكم إن شاء الله باكر. أهلا وسهلا فيك أستاذة مهرة الكتبي، منسق إعلامي في دائرة الثقافة وإدارة المسرح. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. حياك الله. طبعا مشاهدينا راح نشوف قيمة فعاليات مجتمعية بعنوان نبتكر لنرتقي، واللي كانت تحت تنظيم حكومة الفجيرة الإلكترونية وبالتعاون مع الدائرة المالية بحكومة الفجيرة. تضمنت الفعاليات العديد من المسابقات والأنشطة الخاصة اللي كانت لرسم البهجة على أطفالنا. خلونا نشوف التقرير هذا وياكم نرجع. اليوم مشاركين بمناسبة أسبوع الابتكار لإمارة الفجيرة بالتنظيم مع الدائرة المالية لحكومة الفجيرة في عمل مشاركة مجتمعية يتضمنها برامج مختلفة عن الابتكار وعن تكنولوجيا المعلومات، وأيضا بتيح فرصة للمشاركة الأطفال معنا في مسابقات متنوعة. حابين أن احنا نشارك فئات أفراد المجتمع، فئات العمرية المختلفة، فحبينا ان احنا نشارك الاطفال في هذا اليوم ونعرفهم يعني شو ابتكار، ونزيد الوعي عندهم في الفكر الابتكاري. والله رؤيتنا استراتيجيتنا ان احنا قدر المستطاع نتعاون مع افراد المجتمع في ظهور حكومة الفجيرة بالشكل المتقدم علميا وتكنولوجيا، واظهار ابرز ما توصلنا إليه في التكنولوجيا، وأيضا أن احنا نؤكد وجودنا في أسبوع الابتكار.
الدائرة المالية تشارك في بالمشاركة مع الحكومة الإلكترونية بشكل سنوي، ولكن هذه السنة نحن قائمين على عمل مشاركة مجتمعية نطلع فيها كدائرة مالية وكحكومة الفجيرة للمجتمع، ونشاركهم بعدة مسابقات، ونشارك الأطفال بحيث أنهم يظهروا لنا أفكارهم وإبداعاتهم في تحت أسبوع الابتكار لإمارة الفجيرة. طبعا مشاهدينا، الثقافة والتراث من الأمور التي ما نقدر نستغني عنها، ولا أي شعب يقدر يستغني عنه، وكيف ما قال والدنا الشيخ زايد رحمة الله عليه، اللي ما له ماضي ما له حاضر. راح نعرف عن ملتقى فن الطريق اللي نظمتها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع جمعية دبل الثقافة والفنون والمسرح. ملتقى فن الطريق تحت شعار الطرائق عفوا تحت شعار تراثنا تسامح. راح اعرف معي راح نعرف عن هذا نعرف عن هذا الملتقى اكثر فن الطرائق مع الاستاذ عبد الله الهامور، خبير وباحث في التراث الاماراتي. اهلا وسهلا استاذ عبد الله، حياكم الله. نورتنا، احنا شاكرين لكم هذه الاستضافه حقيقه. يعني هذه قناتك استاذ عبد الله، الله يحفظكم ان شاء الله. استاذ عبد الله، شو هو ملتقى فن الطرائق؟ هو حقيقة فن الطرائق أمرين عندنا، فن الطرائق وبعد كذلك فن الويلية، لأنه هذول الاثنين الفنين هذول مرتبطين بعضهم بعض. فالطرائق هي عبارة عن لون شعري، اللون الشعري هذا يعني يطلق عليه بعد كذلك المسبع، لكن حقيقة للأسف الشديد أنه يعني الشباب أو الشعراء من الشباب ما طرقوا هذا اللون الشعري. فاللون الشعري هذا متمركز في إمارة الفجيرة وعلى الساحل الشرقي فقط، يعني ما موجود في الإمارات الباقية، يطلق عليه بعد كذلك يعني في بعض الدول الخليج بالزهيري مثل ما موجود في العراق كذلك، وموجود بالموال بعد كذلك يطلق عليه بالموال مثل ما هو موجود في مصر وبلاد الشام. لكن هني عندنا في الفجيرة احنا نسميه الطرايق، وفي نفس الوقت المسبع. المسبع اي نعم، لانه من سبعة اشطر يتكون. أوكي. من سبعة اشطر، واللون هذا حقيقة مرتبط بلون الويلية، هو فن فلكلوري كذلك. فإحنا الآن المسألة الملتقى هذا حقيقة كان مجهودات كانت جبارة من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وجمعية دبا للثقافية والفنون والمسرح، وكذلك المهتمين بهذا اللون الشعري، فصار الملتقى هذا. يعني إحنا حقيقة يعني هذه خطوة على الطريق. مشاركة كبيرة أنا شفتها تقريبا من مختلف المثقفين والأدباء والفنانين على مستوى دولة الإمارات. احنا حقيقة كنا بعد كذلك تفاجأنا بالحضور هذا، يعني الكم الهائل من الحضور، معنى ذلك أن المجتمع يعني له رغبة في هذا الفن، يعني خاصة لسماع بعض القصائد من هذا اللون الشعري. تقدر تعطيني نبذة عن اللون من القصائد هذه؟ احنا عندنا اللون الشعري هذا أو اللون المسبع هو عبارة عن نوعين. حلو. عندنا نوع محبوك ونوع مفتوح. حلو. ويتكون من سبعة أشطر. فإذا كان سبعة أشطر هذه تكون ثلاث الأبيات الأولى بقافية، الثلاثة الثانيات بقافية. أوكي. والبيت الأخير أو بيت الكسر يسمى على قافية البيت الأول، وتكون كل كلمة. هذا إذا كان محبوك. أوكي. إذا كان محبوك، يعني أنا إذا أعطيك مثل يعني في اللون الشعري هذا يقول يا كم صاح القلب يا كم لي صاحي، صاحي يا كم صاح القلب يا كم لي صاحي، أرقت ذيك العرب ما تم لي صاحي، وكل السباي بشر أدعاني ما صاحي. صح. تطحن عظامي رحات الشوق من عذرة قابل جفاهم ولا يابوا لنا عذرة. وقالوا مطوع بصر ليك الدواء عذرة، حطيت ذاك العذر وابغي الولف صاحي. صاحي الكلمات هذه كلها يعني عندنا صاحي وصاحي وصاحي، لكن مختلفة المعنى، متشابهة تشبه في الرسم، لكن المعنى شو مختلف. فلذلك ليش احنا نبي نحافظ على هذا اللون؟ لأنه أصلا اللون هذا يحتاج من الشاعر أول شيء معجم لغوي يكون حاملينه في ذهنه ومتعلم في هذه المسألة. اللون الثاني اللي هو نفس اللون هذا مسبع بس مفتوح، يعني يتفق بس اللهم شو في الحرف الروي الأخير القافية المعتادة مثلا. أوكي. إذا يعني مثلا كلمة سمي. مثلا سار طار حار مثلا على حرف الراء الأخير أو الألف والراء. فهذا اللون اللي احنا نبي نحافظ عليه يعني حقيقة.
الهدف من تنظيم هذا الملتقى استاذ عبد الله؟ احنا في الفتره الاخيره ترى احنا نقول كل الاخوه الباحثين والفنانين كلهم يعني على قول واحد، وهو انه هذا الفن في الاحتضار. الان قاعد يحتضر، لانه احنا الان فقدنا شعراء من كبار السن، فقدنا المؤدين في فن الولية، فما محصلين شباب يتعاطف هذا اللون الشعري، وخاصة الإمارة هي الحاضن وحيد. في دولة الإمارات لهذا اللون الشعري، لأن نحن الوحيدين اللي على الساحل، على الساحل الشرقي كإمارة الفجيرة، وكذلك الساحل الشرقي من يعني كلبة وخورفكان الولية، عندنا الدبل حصن، هذا كله بعد هذه المناطق هذه كلها موجود فيها هذا اللون الشعري. لكن كشباب الآن إحنا حقيقة نفتقد الشباب الشعراء في هذا اللون الشعري. وميزة هذا اللون الشعري شو؟ إنه هذا اللون الشعري أو الأبيات السبعة هذه تتمركز في يعني موضوع واحد فقط، وينتهي الموضوع هذا بالبيت الأخير. على إثر البيت الأخير هذا نجمع نختصر القصة كلها في البيت الأخير. فلذلك تحتاج منا إحنا كقوة في يعني كشاعر، يحتاج كقوة في المعنى، يحتاج كقوة في اللغة بعد كذلك، وفي نفس الوقت أنه يكون الشاعر رابي في الفن هذا. ما نجينا مثلا شاعر كبير مثلا أو عمره مثلا فوق 30 أو 40 ويتعلم، مو مشكلة، لكن أسرار هذا الفن ممكن تكون صعبة عليه في الوقت هذا. فلذلك إحنا شو نقول، إحنا النادي الآن أنه يكونوا شباب عندنا شعراء اللي لهم مثلا عندهم موهبة الشعر أنهم يتربوا في هذا اللون الشعري. أنت تشوف أن الملتقى هذا اللي صار ممكن أن يرجع هذا الفن مرة ثانية؟ خطوة على الدرب، خطوة على الدرب، وإحنا كذلك حريصين على أنه يكونوا يعني أنه يتكرر هذا، لأنه الملتقى على ما أعتقد أعطي يعني الملتقى الأول لفن الطرايق، فاحنا حقيقه حريصين على انه يكون ثاني وثالث ورابع. اللي لمسناه من الحضور انه معنى ذلك انه ان شاء الله باذن الله تعالى انه بيكون الفن هذا له تجاوب وله سمعه وعوده ان شاء الله من جديد على الساحه، لان نحن اذا ما تحركنا لان نحن الحاضن الوحيد، وان شاء الله هذا الملتقى يقدر انه يرجع هذا الفن مره ثانيه. وعندنا مؤسسات تحتضن هذه الامور، يعني احنا نامل فيها حقيقه، يعني هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، عندنا جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، عندنا الجمعيات الثقافية في البدية في دبة، هذا كلهم الجمعيات حقيقة تهتم بهذه الأمور. أستاذ عبد الله، بعد المؤتمر أو بعد الملتقى اللي صار عفوا، شو الخطوات الجاية اللي بعدها على أساس إن نحن نقدر نبدأ ونباشر في مشوار إن نرجع الفن هذا مرة ثانية؟ أنا ما أخفيك سر في المسألة هذه، إن حقيقة يعني كنا إحنا لما عملنا الملتقى هذا كنا نبي نشوف ردة الفعل في المجتمع شو بتكون. ردة الفعل فوق ما كنا نتصور. إحنا الآن يعني نبدأ من الآن، يعني من انتهى الملتقى الأول الآن إحنا نعد للملتقى الثاني على أساس أنه يكون على الأقل في السنة ملتقيين، ما يكون ملتقى واحد، لأن إحنا شفنا الحركة اللي صارت وشفنا الإقبال اللي صار على الملتقى هذا وشفنا محبين الفن هذا في نفس الوقت. فهذا يعطينا دافع إحنا أن نعمل على يعني إحياء الفن هذا مرة ثانية حقيقة. ويعني الآن الموجودين الشعراء كبار في السن، والشباب ممكن يكونوا أقل من عدد أصابع اليد الواحدة للأسف الشديد. للأسف يعني الشديد هذا حقيقة، يعني فلذلك إحنا محتاجين الآن، أنا أنادي وصار لفترة طويلة حقيقة أن النادي بأن الشباب الشعراء الموهوبين في هذا الأمر أنهم يعني يتجهوا للون الشعري هذا، خاصة الموجودين في إمارة الفجيرة والساحل الشرقي. يعني احنا نطلب منهم حقيقة انه يتوجهوا لهذا اللون، لانه لون غزير، في غزر وفي عمق وفي اللغة، في لغة وفي بلاغة، قوة بلاغة موجود، مو هو شعر طافي فوق، هذا الشعر فيه عمق. فلذلك نحتاج احنا من الشباب انهم يتعلموا من اول ما تبدا عندهم موهبة الشعر انهم يتعلموا على هذا الجانب او هذا اللون الشعر. وفي مفردات كثيرة راح اكمل وياك استاذ عبد الله الهامور، لكن فاصل مشاهدينا الكرام وراح نرجع معاكم، فاصل قصير وراجعين لكم. رجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية ومع ضيفي الكبير الأستاذ الكبير عبد الله الهامور، أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. حياكم الله. الحوار حتى تحت الهواء كان شيق. الله يحفظك. زين،
الهدف من مطالبتكم بإدراج فن الطرائق في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو كتراث إنساني حي؟ احنا الان اليونسكو على شو تطلب اصلا؟ اليونسكو تطالب بال 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 يعني بالتراث اللي يعني المستعجل اللي قايل للاندثار مثلا، ان احنا هذا التراث او العنصر التراثي هذا يعني فتره وخلاص بيندثر، فلذلك اليونسكو يعني تحافظ على مثل التراث الانساني باي وطن كان. فلذلك احنا الان يعني نظره من المتخصصين او الباحثين في هذا الفن، ان احنا الان نشوف انه فن الطرائق اللي هو يؤدي الى فن الوليه، لانه فنين احنا نطالب بالفنين مو بالفن الواحد، بالفنين فن الطرائق والوليه، لانه هذا مرتبطين ويا بعضهم بعض. يعني الفن الوليه ما يغنى فن الوليه الا بفن الطرائق، لانه الشعر اللون الشعري الموجود في الوليه هو الطرائق، هم مربوطين ببعض ويا بعضهم. فلذلك احنا النادي بالامرين انهم يكونوا الوليه والطرائق يكونوا يعني مره واحده في اليونسكو، لانه اصلا من اللي بقى الان معانا احنا من الشواب او من الشعراء ما في احد. الشعراء ممكن احنا نقرب، لكن كفن الوليه لا، فن الوليه الان وين؟ ما في موجوده. الان عندنا فرقه موجوده في القريه، منطقه القريه، جزاهم الله خير، يعني باذلين مجهود في الامر هذا، يعني في مساله المحافظه على اللون الفلكلوري هذا، وكذلك موجوده في بعد كذلك في دبا بعضهم، وفي خرفه كان الجمعيه. فلذلك احنا الان نحاول بشتى الطرق ان نعيد يعني الحياه لهذا اللون الشعري، لانه اذا انتهى او اندثر من المسؤول على انه يعيد احياءه مره ثانيه؟ ففي ما زال موجودين في شعراء، احنا الان نطالب في عمليه انه يتم المحافظه على هذا اللون الشعري. فاذا كان دخل في اليونسكو مثلا او قبلته اليونسكو كملف عنصر تراثي، لا شك انه بعد كذلك بتصير عليه محافظه، والدوله يعني ملزمه بالحفاظ على هذا الامر. احنا حقيقه يعني متوسمين خير في حكومتنا، في المسؤولين في الامر هذا، لانه هذا يعتبر من التراث الاماراتي الاصيل. فن الطرائق او فن الوليه تراث اماراتي اصيل، فاحنا معنيين بالمحافظه على مثل هذا اللون. احنا يعني الدوله جزاهم الله خير وفروا كل شيء، الجمعيات موجوده، الانديه التراثيه موجوده، المؤسسات الثقافيه موجوده، الباقي على من؟ الباقي علينا احنا كمجتمع، كباحثين، كخبراء، يعني لهذا الامر احنا اللي نتكلم ونسعى فيه. استاذ عبد الله، انا اسالك اقول لك وين دور الجمعيات؟ يعني الحين قبل ان احنا نوصل لليونسكو ونطالب فيه، ليش الجمعيات، ليش نحن ما نشوفها من الجمعيات جمعيات الشعراء؟ ليش ما تقدر يعني هي تساهم في هذا المجال؟ لأنك والله احنا نأمل بهذا الشيء، يعني سواء كانت جمعية الشعراء او بيوت الشعر مثلا الموجودة في دولة الامارات وكذا، احنا نأمل بهذا الشيء، والان الباب مفتوح، واحنا النادي من هذا المنبر ان الاخوه الشعراء كذلك والجمعيه الامارات للشعراء وبيوت الشعر الموجوده في الدوله كلها، لان يعني احنا حريصين على ونمد ايدنا لا في ايد اي حد يريد يحافظ على هذا الموروث الاماراتي. لانك انت قلت صعب لما اي شخص مثلا في الثلاثين من عمره او انه مارس الشعر ومتقدم يرجع يمارس الفن هذا، لانه صعب. هو الواحد اللي توه بادي، لان مفرداته كثيره، طريقتها مختلفة. فأعتقد الدور الرئيسي دور جمعيات الشعر اللي موجودة في الدولة، بيوت الشعر الموجودة، لابد أنهم هم يتحركون قبل الكل. في مقولة، رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، يعني ممكن يكون الشاعر كبير في السن مثلا وكبير حتى في العطاء، لكن إذا مسك له شاعر تو بادي مثلا ووجه على هذه المسألة فهو ساهم معانا في هذا الأمر. فلذلك احنا ندعو الشعراء حتى الكبار، ما نقول انهم ما يعرفوا، لا بيعرفوا للمسألة هذه، هو ما الأمر انه مثلا ما بيعرفوا للشعر، لا بيعرفوا وزن وقافية وكل شيء بيعرفوا وبيجيبوا له هالشيء، لكن هذا الفن احنا نقول لأنه احنا أصحاب شايفين فيه أسرار داخل، فيحتاج ان لأي شاعر مثلا من بداية أمر يتعلم هذه الفنون، لأنه بعد ذلك مسألة الشعر النبطي أو الشعر العمودي هذا لاحق عليه الآن شباب صغار عمرهم 16 سنة و 15 سنة يقولوا صحيح، لكن تعال الشعر هذا لا، أستاذ عبد الله مو بأي حد يعني يتكلم فيه. حتى ننتظر منك كتاب عن والله إن شاء الله أنا بروحي حريص
ممكن يكون أكثر منكم على هذا الأمر. أنا قلت لك تحت الهواء وقلت لك فوق الهواء لأن ننتظر هذا الكتاب بإذن الله تعالى. لابد أن نشوفه موجود بإذن الناس الله تعالى. حتى اللي تقرأ الشعر إن شاء الله ما اللي تقوله اللي تثقف الشعر لابد أن نحن على هذا الأمر لأن هذا تراثنا. وأنا أتمنى منك وأنا أستاذنا يعني الله يحفظك إن شاء الله نشوف الكتاب هذا بإذن الله تعالى. إن الفن هذا حتى أن نحن لو ما نجيده نعرفه احنا نعرف تاريخه لان نحن من المنطقه هذه والفن هذا من المنطقه الان هذه. الحين احنا في صدد الان بعد كذلك انشاء مجلس تراثي لمثل هذه الامور في جمعيه الفجيره الاجتماعيه الثقافيه وان شاء الله باذن الله تعالى بتكون هناك كوكبه من الاخوه المثقفين والباحثين والخبراء زين في هذا المجال وباذن الله تعالى تصدر مؤلفات تصدر أبحاث بهذه الأمور اللي هي العناصر التراثية الإماراتية إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. أستاذ عبد الله الهامور خبير وباحث في التراث الإماراتي شكرا لك ونورتنا أستاذي الفاضل. أنا شاكر لكم. شكرا لك. الله يحفظك. مشاهدين الكرام من التراث الجميل ومن الماضي الرائع إلى الابتكار وإلى المستقبل طبعا راح نشوف ياكم إلى ملتقى الابتكار اللي نظمتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالفجيرة اللي كان تحت عنوان الابتكار يحفز النمو ويتيح الفرص. خلونا نشوف التقرير هذا وياكم. نادي الموارد البشرية هو حقيقة مبادرة من المبادرات الرائدة التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية منذ أكثر من 10 سنين وهذه المبادرة تهدف إلى خلق منصة تفاعلية ومشاركة لأبرز الأفكار ومعالجة أكبر التحديات والمشاركة في الحلول من قبل كافة المختصين في مجال الموارد البشرية سواء كانوا في القطاع الحكومي الاتحادي أو القطاع الحكومي المحلي وكذلك في القطاع الخاص وأيضا من الخبرات الموجودة في دول المنطقة ومن العالم. حقيقة النادي في مبادرة أيضا جديدة منذ عام 2018 بدأ بالانطلاق خارج حدود النطاق الجغرافي في إمارة الدول وأصبح للنادي أيضا جلسات وورش في أكثر من إمارة منها تم في أبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة. هناك شراكة قائمة ما بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ودائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة من عام 2006 من تأسيس الدائرة. هذا تبلور هناك عدة انشأت عدة فرق وعدة تواصلات ما بين الجهتين على أساس هذا نحن وصلنا إلى أن تكون البرامج مشتركة ما بين الجهتين نتج عنها توحيد في كافة البرامج من ضمنها قاعدة البيانات الموحدة على مستوى الدولة والتي تميزت دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة كنا والحمد لله السباقين كنا الأوائل في هذا البرنامج. أيضا نادي الموارد البشرية الاتحادي لأول مرة يطلع من إمارة دبي ويكون في إمارة ثانية هي إمارة الفجيرة. سعداء اليوم جدا بالتقاء بالسيد أسامة الزعبي هو من سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا رجل متحدث جدا تكلم عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وماهية الوظائف الموجودة فهل هناك خوف وتخوف في وجود الذكاء الاصطناعي أو الروبوت. فالأستاذ أسامة وضح كثير من النقاط إلى الحضور إذا كان هناك تخوف أم لا. طبعا اليوم الجلسة الحقيقة كانت يعني من أهم الجلسات سعدنا وشرفنا بحضور هذا اللقاء. الجلسة كانت عن أهمية الابتكار في خلق الفرص وتسارع البناء يعني igniting growth and opportunity. احنا حاولنا نناقش عن أهمية الابتكار والإبداع في كل القطاعات وكل المؤسسات وكل الشركات بغض النظر عن طبيعة العمل. طبعا هيئة الموارد البشرية تعتبر من الهيئات المهمة لأنه احنا نعتقد أنه التقنية ستلعب دور كبير جدا في الفرص المستقبلية لبيئات العمل. فاليوم طبعا طرحنا نقاط كثيرة حول كيف هي البيئة المبتكرة وما هي أهم عوامل الابتكار ولماذا لابد من الابتكار.
من الابتكار إلى البيئة، والبيئة هي مسؤوليتنا. مشاهدينا الكرام، ما أعتقد حد فينا ما تغنى الأغنية اللي تقول زايد خلى الصحراء تصبح جنة خضراء. البيئة هذه هي مسؤولية. لما الشيخ زايد رحمة الله عليه، أبونا زايد، يا حول الصحراء هذه لجنة خضراء، هي كانت بالنسبة لنا معجزة صارت على الكرة الأرضية، والحين نحن دورنا نحافظ عليها. طبعا راح نشوف معاكم أو راح نعرف عن حملة بيئتك أمانتك اللي أطلقتها التي نظمتها بلدية الفجيرة، والهدف منها تعزيز الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة. هي كانت تزامنا مع يوم البيئة الوطني 22. راح أعرف أكثر مع عبر الهاتف معي المهندسة شريفة علي، مديرة إدارة الخدمات العامة والبيئية في بلدية الفجيرة. مرحبا. هلا، حياك الله. الله يحييك أستاذة أو بشمهندسة. لو كلمتينا أكثر عن الحديث عن الحملة والهدف منها. الحملة أطلقتها بلدية الفجيرة تحت شعار بيئتك أمانتك، وذلك احتفالا بفعالية يوم البيئة الوطني 22، وتستمر حتى نهاية شهر فبراير الجاري. الحملة تهدف لتعزيز الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة ورفع حس المسؤولية المجتمعية من خلال إشراك جميع أفراد المجتمع، وتعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية للحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، والتشجيع على الإدارة المتكاملة للنفايات. الحملة تستهدف تنظيف عدة مواقع حيوية في الإمارة. عدد المشاركين اللي شاركوا وياكم في الحملة هذه حالياً وصل عدد المشاركين ل 700 مشارك من مختلف المؤسسات والشركات والمدارس، ونأمل تصل الأعداد بنهاية الحملة لما يقارب 2000 مشارك إن شاء الله. أستاذة، للأسف الشديد نحن دوما نشوف الناس ما قاعد تحافظ على البيئة، قاعد تفر. يعني أنا أمشي مثلا بالسيارة، خاصة في الأماكن العامة إذا كانت على الكورنيش ولا على البحر، أشوف الشباب قاعد يفرون الوسخ هذا عزك الله برع، يعني ومعنا في مكان. فكيف ممكن نحن نثقفهم أن هاي مشكلة كبيرة اللي قاعد تسوونها ولها تأثير كبير على الإنسان؟ للأسف الممارسات الخطأ وظاهرة الرمي العشوائي للنفايات آثار خطيرة على البيئة وصحة الإنسان. تلوث البيئة، المياه الجوفية، تلوث الهواء تأثر على الصحة العامة وتنشر الأمراض وتشوه المنظر الحضاري للدولة. فأهم شيء إحنا نستثمر فيه هو تعزيز الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على البيئة. كيف ممكن نعالج التلوث البيئي الموجود أستاذة؟ زي ما ذكرت، أهم مرحلة اللي هو تعزيز الوعي البيئي ورفع الحس بالمسؤولية. ثاني نقطة، دعم تقنيات الإنتاج الأنظف وتشجيع على التقليل من إنتاج النفايات ونشر ثقافة الفرز عند المصدر وتشجيع ممارسات إعادة الاستخدام ومشاريع إعادة التدوير. آخر مرحلة في المعالجة تكون هي الاستثمار في مشاريع معالجة النفايات اللي تستخدم أحدث التكنولوجيا. أستاذة، التلوث هذا كيف ممكن يضر على الإنسان وعلى صحته؟ التلوث له آثار خطيرة على صحة الإنسان، ينشر الأمراض، يلوث التربة، المياه الجوفية، يلوث الهواء الجوي. آثاره ممكن تكون خطيرة على صحة الإنسان والبيئة المحيطة. كلمة حابة توجهينها للجمهور؟ أنا بالنيابة عن بلدية الفجيرة أتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح الحملة، وأتمنى ما ننسى مقولة الشيخ زايد رحمه الله، رحمة الله عليه، إنه حماية البيئة مش قضية خاصة بالحكومة والسلطات الرسمية، هي مسألة تهم الجميع، مسؤولية الجميع ومسؤولية كل فرد في المجتمع. صحيح. مواطنين ومقيمين.
صحيح. المهندسة شريفة علي رئيسة قسم البيئة في بلدية الفجيرة، شكرا لك. حياكم. حياكم. مشكورين على الاستضافة. حياك الله، يا أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، فاصل ومن بعدها راح نواصل وياكم، خلوكم معنا ولا تروحون بعيد. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مرة ثانية. طبعا أصعب شيء لما الأم تفقد ولدها، لما الزوجة تفقد زوجها، والأخ يفقد أخوه بسبب الحوادث المرورية اللي قاعد نشوفها والإهمال اللي قاعد يصير من السائقين. طبعا الحملات كثرت من المراكز مختلفة في الدولة من جهات مختلفة. راح نعرف عن مبادرة المناطق المرورية الساخنة لخفض الحوادث في القصيص. تأتي هذه المبادرة بعد نجاح المركز في خفض حالات الوفاة الناجمة عن حوادث الدحس إلى 50% خلال عامين. راح نعرف أكثر عبر الهاتف معي العميد يوسف عبد الله العديدي، مدير مركز القصيص. يا مرحبا. مرحبا أخوي. السلام عليك أخوي عبد العزيز. السلام ورحمة الله. الله يسلمك أستاذ يوسف. لو حدثنا عن المبادرة والهدف منها. بسم الله الرحمن الرحيم، رحت فيكم ومشاهدينكم وقناة الفجيرة وبرنامج سبعة على سبعة. أهلا وسهلا. نحن في شرطة دبي أخوي عبد العزيز بوجه خاص وفي وزارة الداخلية بوجه عام ننفذ الأجندة الوطنية لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، أأمن دول العالم. وحسب آخر إحصائية عالمية عن أمن الدول في العالم، احتلت دولة الإمارات بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود الشرطة في تأثير الجريمة والعنف المركز الأول. وأيضا من خلال المنتدى الاقتصادي دايفوس عام 2018 استطاعت الدولة أيضا الحصول على المركز الثاني بعد فنلندا كأأمن دول العالم، مما يدل على أن الدولة الحمد لله في الجانب الجنائي والمروري تخطو خطوات يعني واثقة في المحافظة على أرواح ممتلكات المواطنين والقاطنين. ونحن في شرطة دبي طال عمرك نسابق الزمن طبعا في التحول الذكي ووضع مبادرات تؤدي إلى تقليل الجريمة وأيضا الحوادث المرورية. ومن هذه طبعا المبادرات أخوي عبد العزيز هي مبادرة المناطق الساخنة المرورية. هذه المبادرة يعني وشوف المصادفة اللي معاكم طبعا ان هذه المبادره تحمل اليه عمل ترتكز على سبع مبادئ وانتم سبع على سبع متشابهين نحن نحن اي نعم. هذه طبعا المبادره طال عمرك بدأناها من عام 2017 وحاولنا فيها طبعا ان احنا اليوم نقلل منها. اولا ركزنا على الوفيات الحوادث الطرق ومن ثم تقليل الحوادث بوجه عام. هاي المبادرة ارتكزت على سبع مبادئ. المبدأ الأول إن إحنا حددنا المناطق الساخنة المرورية في منطقة اختصاصنا كمركز شرطة القصيص، ومن ثم قمنا بدراستها وتصنيفها من حيث وقت حدوثها، الجنسيات اللي تقوم بالحوادث المرورية إن كان اللي متسبب أو المصاب، أيضا العوامل الثانوية اللي تساهم الرؤية غيرها خطأ في الشارع منها دراسة يعني عن موضوع كل الجوانب اللي تسبب الحوادث في الشوارع. ومن ثم يعني الآلية الرابعة عقدنا اجتماعات مع مرتبنا وعصف أفكار وقمنا طبعا بدراسة هذه الشوارع ووصلنا إلى بعض العيوب والأشياء اللي موجودة في الشارع أو الأشياء اللي تسبب الحوادث وأوقاتها. ومن ثم أخيرا يعني المبدأ الخامس كان هو التنسيق مع الشركاء. عندنا طبعا في إمارة دبي مختصين بالشوارع طبعا معانا RTA وأيضا معانا بلدية دبي وأيضا النيابة العامة كجهة مرورية. والتنسيق هذا أدى إلى رفع توصيات استطعنا من خلال هذه التوصيات نحن نقوم بحملات مرورية بأمور كثفنا الدوريات في بعض المناطق أدت طبعا آخر شيء إلى حصولنا على نتائج وأدت هاي النتائج إلى انخفاض الوفيات وانخفاض الحوادث المرورية بفضل الله إلى 50%. سعادتك مدى فعالية المبادرة منذ انطلاقها للحين؟ المبادرة طال عمرك أول شيء يعني تأتي أهميتها أنها نركز على الشارع اللي فيه أكثر شيء حوادث. تمام. ومن ثم منذ انطلاق هذه المبادرة يعني حددنا لنا مثلا هدف في تخفيض الوفيات مثلا في شارع الشيخ محمد بن زايد. بفضل الله كانت الوفيات في عام 2017 18 حالة وفاة،
في عام 2017 هذا في عام 2018 صفر وفاة في هذا الشارع. الحمد لله. مما يدل على أن نحن تركيزنا في عملنا ونحن اشتغلنا على المنطقة الساخنة هذه أدى إلى انخفاض يعني، وحطينا هدفنا 0%، يعني مش أن اليوم تحدث حوادث أخرى. الحمد لله. كل التوفيق لكم سعادة يوسف عبد الله العديدي مدير مركز شرطة القصيص، شكرا لك. أشكرك، مشكورين على هذا. حياك الله، شكرا لك، شكرا لك. مشاهدينا راح نروح وياكم لبطولة فريجي واحد اللي تقام تحت رعاية من سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية. البطولة هذه الحلو فيها كيف ما قلت لكم إن نحن نرجع لذكريات الطفولة وذكريات الزمن الجميل لما الفرجان كلها كانت تجتمع. الأجمل في البطولة رجعت لكن بنسخة أجمل بحلة جديدة جماهيرية كبيرة 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 شفناها في البطولة. خلونا نشوف التقرير هذا وياكم. كلها جميلة جدا، وأنا شفت صراحة الفرق يعني فرق مش بسيطة، يعني فرق قوية، وفي فرق تقوم بمجهود أو يعني بلعب يعني كأنك تلعب دوري صراحة. ويعني أنت اليوم جماعة 16 فريق مش سهل يعني، وبطولة تنافس شديد جدا. وأنا عجبني التعليق جدا، كان نكتب مباراة رسمية مش لعب فريج. إحنا أيام فريج كنا نلعب، لعبنا فريج صراحة أيامنا، كنا لعبنا فريج. اللي عنده كرة صاحب الكرة هو يلعب، وإذا يعني نقول زعل يأخذ كرة يروح يقول خلاص أنا ما بلعب. ولو إنه ما يعرف يلعب أنت مجبور إنك تخليه يلعب بما أنه صاحب الكرة. فذكريات جميلة كانت في الفريجي، واليوم طبعا نتكلم عن شيء مميز وشيء جميل، بس أهم شيء جماعة اللمة الحلوة، جماعة الذكريات القديمة، جماعة شباب جماعتهم في أوقات معينة، جماعة الجمهور، جماعة يعني أنت هذه بروح أنا أقول لمة طيبة ولمة جميلة، وأتمنى لهم كل التوفيق. كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي على دعمه اللامحدود وحضوره الدائم للبطولة ومتابعته الدقيقة لأدق التفاصيل بصراحة. بشكل عام البطولة من الناحية الفنية هناك فرق مستواها جدا عالي، يعني حتى في بعض اللاعبين ظهروا بمستوى فني عالي جدا ساهموا في انتصار فرقهم في المباريات وتأهل إلى الدور الثاني. وأنا توقعاتي أنه بعد هناك في مواهب أخرى راح تكتشف في هذه البطولة، ونتمنى من الكشافين اللي تواجدوا في البطولة لاكتساب من المواهب هذه وعرضها على بعض الأندية اللي موجودة في الدولة. والله البطولة صراحة تنظيمية وصراحة من أروع ما يكون، يعني ما شفنا إلا كل الخير في البطولة صراحة من التنظيم ومن الأمور كلها، وكل شيء يعني الأمور كلها مسهلة بالنسبة لنا إحنا كفريق مضب، وأعتقدها كل الفرق يعني تنظيم يعني ولا أروع. بالنسبة للبطولة دي بطولة فريدة من نوعها، لأن البطولة دي جاية في توقيت جيد جدا، اللي هو فترة رمضانية طبعا ولا أجازة صيفية، فجاية في وقت الجو فيه ربيعي والجو فيه كويس جدا. وطبعا يعني فعلا أبطال اللي اختاروا التوقيت وعملوا البطولة، وطبعا البطولة دي باسم الله يرحمه المرحوم الشيخ حمد بن سيف الشرقي. طبعا ده كان بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا جدا يعني. طبعا هذه المناسبة مناسبة تجمع كروي حلو وشريف، والبطولة صراحة بطولة المرحوم الشيخ حمد بن سيف اللي هي فريجي. هالفريجي طبعا البطولة قديمة، كنا نلعب بالفريج هيك الأيام يسمونها لعبانة لعبة الفريج اللي هي كرة القدم. وهذه المناسبة حقيقة المناسبة جيدة واسم غالي علينا، الله يرحم الشيخ حمد بن سيف الشرقي. وفي نفس الوقت هذا التجمع تجمع شبابي لأهل المنطقة كلها، منطقة شرقية،
وتعرف دائما الرياضه يتجمع الشباب وتعرفهم على بعض ويكون تنافس شريف بين الناس، وحقيقه فكره طيبه الاخوان اللي قاموا بها الفكره، كثير فكره طيبه. فريق والله الحمد لله لحد الان ماشي طريق سليم. طبعا اول مباراه فزنا فيها 6-0، والمباراه الثانيه واجهنا صعوبه، الفريق كان يعني مستوى عالي، فادركنا التعادل في اخر دقيقه بدل الضايع. مشاهدين الكرام، رجعنا لكم مرة ثانية من هذه البطولة فريجي واحد، تقرب جدا رائعة وحلوة، ودعوة هذه أنا أوجهها للي ما راح لها، لازم يروح يشوف الحماس والكرة الجميلة. راح نعود للابتكار مرة ثانية. طبعا الكل فينا لما يروح السوق يشتري اللي يبي واللي ما يبي، لين شفنا نحن ابتكار جدا جميل ورائع طلعت من طالبة في الصف الثالث من مدرسة القرية للتعليم الأساسي تبتكر عربة اقتصادية. خلوني أرحب هنا معاي روية عيسى محمد، وخلونا نشوف سالفة العرب الاقتصادية مع روية عيسى محمد، طالبة مبتكرة من مدرسة القرية للتعليم الأساسي. هلا، شخبارك؟ خير. أنت مبتكرة، زين، كلمينا عن العربة هذه. هاي عبارة عن عربة مزودة بآلة حاسبة والباركود، يقوم المشتري بوضع المبلغ الذي هو يشتري مثلاً 100 يضع ويذهب للتسوق. أوكي. وبعدها عندما يشتري المشتري أكثر من المبلغ الذي هو يريده يصدر ضوء أحمر. أوكي. عشان تحذير أن هذا المبلغ أكثر من المبلغ اللي هو طلبه. زين، كيف جتك الفكره هذه انك تسوين الابتكار هذا؟ عشان انا يوم اروح هناك اشوف الكل كذا وما عنده فلوس زياده، صح؟ فهاي هي عباره عن عدم الاسراف في المبلغ، صح؟ انا مثلا لما اروح مع امي سوق اساس نهايه الشهر نشتري اغراض البيت، دوما هم هي تشتري اللي تبي واللي ما تبي، فالعربه هاي لازم تكون موجوده، صح؟ انت نفس الشيء لما تروحين تشوفين الناس يحسب، يعني معاه 100 درهم راح يشتري بس شيئين، تحصلينه طالع شاري 200 شيء ومعبي العربانه، وهذا كله عند الحريم، صح ولا غلط؟ ريال ما يسوون شيء، صح ولا غلط؟ زين، شو الحلو في او شو الغير عن العربه هاي عن العربات الثانيه؟ انه هو متوفر في كل الاسواق وسهله الحركه. سهله الحركه، يصير اشوفه انا؟ هذا نموذج، يصير اشوف النموذج؟ خلوني انا اروح اشيله واشوفه، سامحوني. بسم الله، يا سلام. زين الحين قينا نتكلم عن العربه هذه، نشوفها في الاسواق ان شاء الله. وهذا ليش حاطت لنا انت اللي هنا؟ هذا عشان يحسب الاشياء اللي احنا بنحطيها، واول شيء لازم نكتب فيه المبلغ اللي احنا نبغى نشتري مثلا $100 مثلاً. زين شوفي الحين انا رايح اشتري ب100 درهم، اوكي؟ ب100 درهم، حطيت 100. ايه. بعدين شو يصير؟ انا كتبت 100. ايه، بعدين انت تروح تشتري، يوم خلاص انت تشتري اكثر من 100 يطلع لك هناك الليت. اوكي، يعني هني مثلا انا اشتريت شيء ب50 درهم، هنا يبين نقص من 150. ايه. وينقص من يعني اذا انت اشتريت اكثر من 100 يطلع لك ليت احمر. ايوه، تدرين هاي الفكرة؟ هاي الفكرة وايد حلوة، هاي الفكرة وايد حلوة صراحة، لأن أنا دوما أنا بعد لما أروح السوق أحيانا معي 200 درهم، زين أبغى أشتري ب200 درهم، تدري شو يصير لي؟ إيس أحسب، أطلع موبايلي أحسب، أحيانا أروح أحيانا أرجع الأغراض، أحيانا أروح أوقف واحد أقول له تعال هذا بكم وهذا بكم. أنت صراحة تشكرين على الابتكار هذا. زين، منو اللي ساعدك عشان تسوين الابتكار هذا؟ مدرستي مدرسة القرية التعليم الأساسي والمديرة نادية هي اللي خلتني شجعتني وخلتني إني أنضم للاشتراك. المدرسة ساعدتك إنك أنت تسوين الابتكار هذا؟ المديرة، مع زين. المديرة. لو قلت لك هذا الابتكار حلو، سميه شو بتسمينه؟ عربة شو؟ روية؟ عربة اقتصادية. ليش ما تسميها عربة روية؟ ها؟ احلى، سميها عربة روية، بعدين نشوفها في الاسواق نقول هاي عربة روية اللي ابتكرت الابتكار الحلو هذا. انت انضميتي لنادي الابتكار؟
كلمين عن نادي منتدى الابتكار. منتدى الشهيد السعيد للابتكار، فيه هناك فعاليات والأنشطة المختلفة. وشو الأنشطة اللي موجودة هناك؟ مثل أنشطة مثل الابتكارات والفعاليات. زين الحين شو ممكن تستفيدين أنت؟ الحين أنا بروح وياكم النادي هذا، شو الحلو؟ قولي لي أي، يعني الحين باش تقنعيني أني أنا أروح. ابتكارات حلوة. مثل شو؟ مثل عندك هناك، أنا رحت شفت أن الزحلقانية لما تركب عليها يطلع ليت أحمر، ولما ما حد يكون فيها يطلع ليت أخضر، أساس عشان أنا ما حد داخل هالمرحلة يصير أنت تزحلق. والله بس تدرين مشكلة، أحيانا في الحدائق كله يتموا يلعبون ما يخلون الناس الثانية يلعبون، صح؟ فهو شو يستوي يوم أنت تبي تزحلق يطلع ليت أحمر عشان أنت قاعد تزحلق، فالشخص الثاني يمكن هو ما يعرف فيطلع ليت أحمر، لما الشخص خلاص يقوم من مكانه يطلع ليت أخضر عشان ما حد فيه داخل. والله وايد حلو تصدقين. زين شوفي بعد متى تروحين النادي؟ في المدرسة. في المدرسة النادي؟ هي رحلة يعني ودونا رحلة. هي أوكي. وأحياناً في البيت نروح في هناك حدائق فيها ها. في أنا مرة شاركت قال لنا يلا أنا بعطيكم هذه الأوراق أنتوا سووا فيها، أنا سويت بالأوراق ربط فهم عطوني هدية. والله؟ زين أنت متى تروحي نادي الابتكار؟ مع المدرسة تروحينه ولا؟ عادي أي وقت، مدرسة، البيت، في الحدائق، ما أروح حدائق أشوف. بتشليني وياك مرة ثانية؟ بتشليني وياك نادي الابتكار؟ هي. إذن شو تقولين لربيعاتك الناس اللي كله يلعبون بالآيباد وما يفكرون أنهم يبتكرون ولا يفكرون يسوون أشياء علمية، شو تقولين لهم؟ لازم نبتكر عشان نفكر ونشوف الاختفاء ونطور الدولة. إذن إن شاء الله لو بعد كم سنة أنت شفتي هذا في السوق، شو بيكون شعورك؟ بيكون شعور أنا اللي سويته؟ عشان كل شيء بيختلف في الأسواق، بيتموا الناس يشتروا أي شيء، هم يبوا 100 يشتروا عادي، يبوا 200 يشتروا. صح، أنت لما تروحين السوق عانيتي من المشكلة هذه؟ أحياناً. شو تبين تشترين؟ شو تشترين أكثر شيء؟ أنا أشتري أشياء غالية. وما يكون عندنا. ليش تشترين أشياء غالية ها؟ قولي لي ليش؟ ما أعرف. تحبين تصرفين البيزات أنتي صح؟ هي. خاصة بعد العيدية. صح ولا غلط؟ شوفي كيف أنا عرفت؟ بس دائما في العيدية نشتري بفلوسي. تشترين بفلوسك؟ ترى لما تشترين بفلوسك تخلصين فلوسك أنتي. عادي. عادي؟ إيه. زين. بيع الثاني شو اسمه؟ تأخذين بعد. زين الحين أنا بقول لك أنتي شو ناوية تسوين بعد على قدام؟ أخترع أشياء ثانية. مثل شو؟ شو تحبين تخترعين؟ مثل مثلا في الألعاب يكون هناك بدل لا يكون هناك الترفي مال الألعاب نصهم ما يكونوا موجودين، فيكون في روبوت خاص لهاللعبة، خاص ما يتحرك، يعطي البيزات وبروحه يعرف يدخلش يلبس يسوي فيه شيء. لأن أنت شكلك وايد تروحين للألعاب، فالعامل يكون مشغول وأنت تعصبين صح؟ يلا لا بدأ بتبدين في الابتكار الجديد هذا. ما أعرف. لا من باكر المفروض تبدين أنت، ليش ما تعرفين؟ بنروح الألعاب نحن ها؟ شو؟ مو ناوية يعني تروحين؟ لا بعدين. زين منو أكثر شخص ساعدك من أهلك؟ من أهلي أمي هي. وأبوي وكلهم. طبعاً نحن نوجه لهم التحية أنهم ساعدوك، ونقول لهم شكراً جزيلاً، وإلى الأمام إن شاء الله يشوفونك دوماً أنك تصيرين أكبر مهندسة في العالم. شو تبي تقولي لهم الحين على الهواء؟ شكراً عشان أنكم ساعدتوني وانضمنت لهالبرنامج، ان شاء الله اخترع شيء جديد. زين انت لما تكبرين شو تبين تكونين؟ ابى اكون مهندسه. مهندسه شو؟ مهندسه الابتكارات. مهندسه الابتكارات. ايه. زين غير امك وابوك منو ساعدك بعد من اهلك؟ عماتي واخواني. واخوانك وخوالك. زين الحين انا ابغى ابتكار ثاني بتسوينه لي على قدام. انا ابغى يكون مذيع يقعد وياي يقدم البرنامج، انا ما اقدر اقدم كل مره بروحي، لازم يكون مذيع يقدم لاني تعبت.
أوكي. بتسوينه؟ إيه. صج؟ متى راح تبدين فيه؟ ليش ما تدرين؟ أشوف. إن شاء الله. إن شاء الله خلاص يعني راح تحطين وذيع وياي من باكر. إيه. متى تريه بتخلصينه باكر ولا متى؟ ما أعرف. ليش ما تشوف؟ بتشوفين؟ إيه. زين أنا أتمنى لك التوفيق. وراح اشوفك اكبر مهندسه في العالم ان شاء الله، مهندسه ابتكارات ان شاء الله، واشوف في كل الاسواق ان شاء الله تعالى ان شاء الله. والى الامام وانت قدها. رويا عيسى محمد، طالبه مبتكره من مدرسه القريه للتعليم الاساسي، نورتينا وشكرا لك. شكرا. حياك الله. مشاهدينا الكرام، من هذا الابتكار الرائع نختم حلقتنا ونشوفكم باكر على خير، وحياكم الله.